وسهلا بكم هنا على قناتكم ليبيا الرياضية في ديربي الجوار بين الهلال وبين التحدي بين كبار من كبار مدينة بنغازي. طاقم التحكيم الذي يدير هذه المباراة لأول مرة يحكم في الممتاز، الحكم الشاب أمامنا على الشاشة أشرف عمر جمعة، طبعا مواليد 99، اليوم يحكم أول مباراة، ولكن الشبان الصغار هم من يتحملون المسؤولية ويدافعون عن القميص ويدافعون عن الشعار على هذا الكيان. كيان التحدي ليس بالنادي السهل، ليس بأي كيان. فريقان اليوم الهلال والتحدي، كل فريق يحترم، كل فريق لديه قامة، كل فريق لديه تاريخ وعراقة. نتمنى مباراة مميزة من كلا الفريقين. لفريق الهلال ملعب شهداء بنينة تنطلق المباراة، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ترجع الكرة من جديد لفريق الهلال، وكالعادة الاستحواذ والدفاعات من جديد عن طريق محمد شكربة، طارق يعبر إلى الرباعي فريق الهلال، وهذه أول هجمة وأول كرة خطيرة على الجهة اليمنى، ممكن العرضية الآن وممكن في المرمى. أول كرة وأول هجمة وأول تسديدة، 1-0 الآن. مصطفى التجوري يسجل أول أهداف الهلال من أنس المصراتي، وكانت هذه لقطة الإعادة والعرضية بدقة مميزة، زاحفة أرضية لتسكن شباك حسن المجبري لتعلن عن أول أهداف المباراة في أول دقيقة من زمن الشوط الأول. التجوري العباري دور كرة عن طريق العشيبي، أكرم بعيد، الكرة تأتي عند البراوي، محمد البراوي رجع الكرة للوجلي، محسن لوجلي، لا عمر بوخريس يفضل الشامي على تسديدة تأتي سهلة، وعلى مرتين حسام مبي يمسك بالكرة، ترجع من جديد عن طريق محمد شكربة، لوجلي يفكر في التمرير، يلعب الكرة لكسيبات، هذه خطيرة، ممكن الثاني، ممكن الثاني وخطيرة، وحسين المجبري أو حفص كولا على مرتين، غياب طبعا الحارس أحمد عياد أحد ركائز الفريق، وترجع الكرة الآن عن طريق الشريف ومصطفى، واي ثقة واي كنترول لمحمد شكربة. الكرة عادت الى اسامة بالعيد، اسامة الشريف ايضا احد العناصر المميزة، انظر معي عزيزي المشاهد ثقة فيصل البدري وروح فيصل البدري في الفريق. التحدي يضغط على الكرة، وهنا تحت نظرات المدرب التونسي طارق ثابت طبعا في مواجهة مفتاح الجراي ومساعدة عادل ميلود، بعد أن ترك صالح رحيل الفريق في آخر مباراتين في الذهاب. هاي سبوندا والكرة من جديد الآن عادت من العبار، وتأتي سهلة عند محمد شكربة. محمد شكربة هنا كسيبات، وفريق الهلال يا سادة المتفوق الآن بهدف مقابل لا شيء. هجوم الآن من جديد، المصراتي يسلمها في الجهة اليمنى عن طريق البدري، واحدة واثنين، وهذه خطيرة ممكن وخطأ وصافية. العشيبي مع الشامي، على يفضل أكرم، تعود الكرة من جديد لفريق الهلال، وهذا الهجوم ممكن يفكر في التسديد، وتأتي سهلة، والمجبري فاسكولا ركنية على تنفيذها. كسيبات، أنس كسيبات ينفذ كرة خطيرة وعالية وفي المرمى. جول ثاني الآن لفريق الهلال. رؤوف الشحاوي، رؤوف هذه كرة بينية، والكنترول من جانب محمد شكربة. شكربة يسلم الكرة للتاجوري، الضغط الآن، التمريرات واحدة واثنين، أو يتحدث مع خليفة المجني من هنالك من المدرجات خليفة المجني، وهذا هو علي الشريف التي على الشاشة، وهذه لقطة الإعادة، إعادة للهدف من جانب الغرياني، هدف عكسي، وكأن لاعبي فريق التحدي يعني راضين بالواقع وبهذا الوضع، فريقهم لم يهبط إلى الدرجة الأولى، يأتي سادسا في الترتيب. أتمنى كما قلت من الرؤساء ومن كبار هذا النادي أن يهتموا بالنادي الموسم القادم، نريد أن نرى فهود، نريد أن نرى الفهد من جديد في الموسم القادم للموسم الليبي، طبعا الدوري الليبي الذي سيبدأ في شهر أكتوبر إن شاء الله. يمرر كرة بينية رائعة عن طريق محمد براوي مع أمينة، محمد براوي على اليسار، براوي يمر، براوي يفكر في العرضية، وكسيبات
في المكان الصحيح. افتكاك الكرة من جديد عن طريق فيصل البدري، كرة من جديد عن طريق محمد شكربة وسط الميدان، يمر الأمامي خطيرة ويأتي أكرم يتدخل، عجم على العبار، العبار خطير، يسلم الكرة، يا سلام، رائعة 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 يا لوجلي، مميز الكرة ولا وجود إلى ركلة جزاء. أعتقد هجمة مميزة مبنية إن شاء الله. فريق الهلال يكفيه شرف المنافسة على التأهل، وهذه كرة لا وجود إلى تسلل خطيرة من جديد، براوي وممكن الآن، وجول، هدف لتقليص الفارق وحفظ ما الوجه إلى فريق التحدي، يسجلون بفوز الأخضر هنا لقطة الإعادة. طبعا نشاهد طبعا دخول العبار، ممكن الثالث، ممكن الثالث، ممكن الثالث، وجول في المرمى، في المرمى، رصاصة الرحمة والمصراتي يسجل فريق الهلال. الموسم والمباراة عرضية جميلة وبيسارية تحت أنظار فاسكولا المجبري.